إذا كان الجو حلو وظريف أنا برأيي نعملها برا، شو زينب؟ إيه ماشي أكيد بيكون أحسن، بس المشكلة إنه المساحة كتير ضيقة. عفوا يا خالو، أمي بحكي معك بعدين. اشترى المحابس رح يطلب إيدك. كيف؟ مهند يا روحي، مهند جاب المحابس حابب يفاجئك يطلب إيدك للزواج. شو؟ أمي أنت شو عم تقولي؟ مين قال لك هالحكي هاد؟ جميلة، هلا كنت مع هند خانم وهي خبرتني، قصدي زل لسانها قدامي. أمي كيف يعني؟ مهند بده يعمل لك مفاجأة بعيد ميلادك، بكره رح أذكرك بهالحكي ورح تقولي أمي قالت. أكيد عم يفكر يطلب إيدك بيوم مميز بالنسبة إلك، انبسطي حبيبة قلبي انبسطي. ماشي ماما، بشوفك بالبيت لأني هلا مشغولة. شو كأنك سمعاني خبر حلو؟ ما فيك تخبي فرحتك، أكيد الموضوع بخص حبيب القلب. مو هيك بس، أمي لقيت بيت كتير حلو وعم تخبرني عنه. كتير بعتذر لأني تأخرت عليكي، أنا آسفة كتير. خلينا نحكي عن المدعوين. بتتذكري وقت قلت لك إنه التقيت بمهند صدفة؟ كان جنب محل صايغ. معقول يكون اشتراهن للمحابس من هنيك؟ بتذكر لما ضربنا ببعضنا ووقع شي منه على الأرض؟ وقتها أنا سمعت رنة بإذني شي بيشبه لما المعدن بيوقع على الأرض. لا معقول يكون مشتريهم من غير علبة ووقع منه على الأرض، ما بتصور. مو مهم إمتى جابهم جميلة، المهم إنه جابهم ونحن هادية اللي بيهمنا من الموضوع. عم قل لك هند خانم شافتهم بعيونها جميلة. أنا رح جن يا أمي، مشان هيك ما عم يطلع فيي طول الوقت. شفتي مهند قديش بيحبك؟ وأنت أصلاً ما بيهمك المحبس أبداً، إذا جاب لك خيط ما عندك مشكلة. عن جد برافو عليه المهند، هالشاب مانو قليل أبداً. والله لهلا ما عم بقدر صدق. جميلة، رح أتراهن أنا وياكي إنه رح يساوي لك مفاجأة بعيد ميلادك وبكره بتشوفي، وعلمي على كلامي إذا ما بصير هيك. هو قال لي إنه ما رح يجي على عيد ميلادي. أي هو قال هيك مشان ما تتوقعي المفاجأة أبداً. هاي المرة رح يجي لعندك مثل كل الناس ويطلب إيدك لأنه بيحبك، مو لأنه كان معصب كثير من أخوه مؤيد أو من أي شيء ثاني، يعني رح يجي مشانك وبس. يعني مثل ما كنتي تتمني وتحلمي دائماً يصير معك بالضبط، وأنت لازم توافقي فوراً. أمي خلص بقى لو سمحتي، والله ما عم بستوعب شو يلي عم بيصير معي هلا. الله لا يوفق، وقعت لي قلبي. ما شفت مين عم يسوقها، بس كيف طلع فيها للسيارة وما حسينا عليه ابنه؟ روح الله ياخذك، شو انك مجنون عن جد، شو العالم يا؟ طيب ليش ما عم يتصل فيه ابنه؟ مين؟ أنا بظن إنه مهند ما عم يحكي معي، لأنه خايف إنه حس بشي. أكيد هيك، مو قبل شوي قلت لك علمي على كلامي ولسه مصرة على حكي. بتشوفي بكره بيوم عيد ميلادك رح يجي مهند ويعرض عليك الزواج. أمي بتشوفي. شكرا كثير اخي، الله يخليك اوعى تنساني، انا رح اتكل عليك، الموضوع كثير مهم بالنسبه لي. لا ما رح تنسى اخي، لانه انا كل دقيقه رح احكي معك لحتى ذكرك، يعني ما رح حل عنك. شكرا كثير، تصبح على خير. وهذا كمان زبطنا. ايه الحمد والشكر لك يا ربي، الحمد والشكر لك، اخيرا زبطت امورنا ومشي حالك هالنوده. واخيرا رب العالمين رح يجمعك مع هاي البنت، وانا هيك كنت متوقع، يعني رح تعيشوا حياتكم مع بعض. طول بالك، لساتني ما عشت مع جميله يونس. اهم شيء انك خطيت الخطوه الاولى، بعدين كل شيء رح يكون مثل ما بدك. يلي بيهمني انه تخلص هاي القصه على خير قبل ما تتكركب الدنيا وتفوت ببعضها. ولك حبيبي وعم نقول لك امورك رح تمشي ان شاء الله، يصير مثل ما عم خطيت. يعني حطيت لها خطه؟ قل لي لشوف شو رح نساوي. بكره بقول لك. رح تطلعوا معي ما هيك؟ يونس مو شرط تكون معنا بكل تفصيل، ولا تعطل شغلك مشاني. لا الا هي. لك المحقق شرف لساته ما بيعرف شيء، وانت عرفت قبل الكل، شو بدك اكثر؟ انا بس ما بحب تروح علي القفله. بس لساتنا بالبدايه. واذا يعني الامور رح تنتهي على خير، بكره بذكرك.